خلاص بشكل رسمي بدأ موسم حصاد الذهب الأصفر في معظم محافظات الجمهورية. بدأنا عملية توريد القمح للصوامع والشون المطورة اللي تم تجهيزها عشان توفر مساحات تخزينية كبيرة تستوعب كل الأقماح اللي بيتم توريدها السنة دي إن شاء الله. طبعا الحكومة كانت حددت سعر استرشادي للإرداب بقيمة 1600 جنيه، لكن صدر قرار الشهر اللي فات بزيادة سعر التوريد ل 2000 جنيه لإرداب القمح، وده دعما للمزارعين وتشجيعا ليهم لزيادة حجم توريد القمح في الموسم الحالي. يمكن يا شاذلي كان في وقت من الأوقات كان في فجوة كبيرة جدا بين السعر اللي بتقدمه الحكومة للمزارعين والسعر السوق. دلوقتي فكرة إن الحكومة بتقرب السعر دي نقطة مهمة جدا عشان تشجع المزارعين لتوريد القمح دي. صحيح بكل تأكيد، والحقيقة إنه بشاير الموسم السنة دي مشجعة جدا، خصوصا الدولة بتستهدف استلام 3.5 مليون طن من القمح من المزارعين، وفي توجيهات من الحكومة بتسهيل عملية التوريد وتذليل أي عقبات ممكن تواجه المزارعين، والأهم هو سداد مستحقاتهم. سداد المستحقات بيكون خلال 48 ساعة فقط من توريد القمح للصوامة. إن شاء الله السنة دي يكون عندنا أعلى إنتاجية من محصول القمح، ودي الاستراتيجية الحقيقة اللي بتطمح ليها الدولة المصرية، لأنه القمح بالنسبة لنا هو بيمثل سلعة استراتيجية مهمة جدا. وزي ما كنت بقول لحضراتكم في حرص كبير جدا من الدولة المصرية على توسيع الرقعة الزراعية وزيادة المساحات المنزرعة بالقمح لتوفير الأمن الغذائي لكل المصريين، ده طبعا بجانب تحفيز المزارعين على زرع أو زراعة القمح وأيضا توريده للدولة. مرة تانية بنصبح على حضراتكم صباح الخير والسعادة. صباح الخير يا مصر.